شكرا ليك يا لامي. لسه طبعا كلامنا عن المباراه المرتقبه النهارده ما بين الاهلي وبيراميدز. جمهور الكوره منتظر هذه المباراه في بطوله السوبر المصري، هتتلعب في الامارات ما بين الفريقين الساعه 7:30 مساء على ملعب محمد بن زايد. طبعا هتكون مباراه قويه جدا ومهمه للفريقين. هنتكلم عن جاهزيه اللعيبه والتشكيل المتوقع للفريقين والاوراق كمان اللي هيعتمد عليها المديرين الفنيين في هذا اللقاء. معانا عبر زوم محمد الفرماوي الناقد الرياضي. صباح الخير عليك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. استاذ لي صباح الخير يا مصر. اهلا بيك. طيب في البدايه كده، شايف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه؟ شايف ايه الاوراق المهمه اللي هيبتدي المديرين الفنيين هيبتدوا ان هم يلعبوا عليها؟ طيب يعني احنا بنتكلم النهارده عن ماتش بين احسن فريقين في مصر في الوقت الحالي، احسن فريقين بيقدموا كوره. شفناهم في نهائي كاس مصر الشهر اللي فات بيقدموا مباراه كبيره، كان فيها نديه كبيره. في وقت الزمالك مستواه كان اقل، وكان التوقعات بتقول الاهلي لو كان هيودي كان مش بتفوزه، هتكون من 70% ل 80%. النهارده بيراميدز وطاقته في المباراه بالسيناريو اللي شفناه خلى النهارده ترجع تاني لنسبه 50-50، ودي طبيعيه بالمناسبه لاي ماتش من ماتشات الكؤوس. هي مباراه قويه، صعب جدا ان احنا نتوقع بنتيجتها. كل فريق عنده اوراقه الرابحه، كل فريق عنده مجموعه من اللاعبين هم الابرز في الكره المصريه في الوقت الحالي. المباراه طبعا يعني ظروفها غير متوقعه بعد انسحاب الزمالك، خلت البيراميدز يسافر بشكل متسارع بدون راحه بعد عودته من جنوب افريقيا، خلت الاهلي بيغير استعداداته من مواجهه بيراميدز. طبعا اللخبطه دي اكيد هتاثر على المباراه، وزي ما قلت هتخلينا نرجع تاني لنسبه 50-50. طيب محمد بقى، احنا لو هنتكلم عن النادي الاهلي طبعا في فنيات كتير قوي هنتكلم عنها، وعايزين نعرف كمان بيراميدز قدر يستعد اصلا او كان عنده وقت يستعد لهذه المباراه ولا لا. لكن بعد ما الاهلي زي ما كنا متابع الخبر دلوقتي ما انهى تدريباته اتدرب على ضربات الجزاء، هل ده معناه ان الاهلي هيدخل مقفل من البدايه وهيلعب على انه يصل الى ركلات الترجيح، ام انه هيهجم في بدايه المباراه؟ طيب خلينا نقول ان ماتشات الكؤوس لازم اي فريق بيتدرب على ضربات الجزاء، يعني دي ماتشات في كل العالم، ده جزء اساسي من التدريب، انه متوقع انه النتيجه ممكن تنتهي بطريقه يعني ما فيهاش فيها فوز تعادل، فبالتالي ركله جزاء. يعني كان الغريب امبارح واحنا بنحضر تدريب بيراميدز انه بيراميدز اتدرب على المرميين، ضربات الجزاء على المرمى ده وعلى المرمى ده، والاهلي طبعا كان في فقره لركله جزاء. انه الاستعدادات الفريقين للمباراه يعني الاهلي يمكن كان افضل شويه لانه وصل الامارات مبكرا، خد 3 تدريبات على الملعب، في المقابل بيراميدز ما خدش غير تدريب واحد في نفس اليوم اللي وصل فيه تقريبا، وصل 1 الصبح بتوقيت الامارات على ما دخل الفندق وقعد وارتاح شويه وراح تدريب وحيد، فالامور هتكون صعبه. لكن انا شايف انه الفريقين مذاكرين بعض كويس، الفريقين قابلوا بعض 2 مرات في شهر واحد الشهر اللي فات، مره في الدوري ومره في الكاس، وبالتالي هم مش غراب عن بعض، يعني ما فيش فيهم فريق مجهول، وبالتالي هم مش محتاجين التدريب بقدر ما هم محتاجين التركيز خلال المباراة. الفريق الأقل أخطاء، الفريق الأكثر تركيزا هو اللي هيكون ليه الغلبة النهاردة. طيب طبعا كنا متابعين الأهلي ومباراته الأخيرة أمام الرجاء المغربي، شايف أنه هذه المباراة ممكن تؤثر على لاعبين نادي الأهلي؟ هل هتخليهم أكثر جاهزية استعداد نفسي وبدني، ولا هتكون بمثابة يعني خلينا نقول عامل أن هي أضعفت من تركيزهم ومستواهم البدني؟ شوف يا استاذ جمانه، هو الاهلي دوافعه كبيره الحقيقه، يعني ماتش الرجاء تحديدا هو ماتش الاهلي قدر فيه ان هو يلعب في قلب الملعب اللي خسر فيه نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، وقدر ان هو يطلع بيه كلين شيت رغم طبعا الضغط الهجومي او ضغط المباراه وضغط الجماهير وكذا وكذا. وطبعا ده وصوله لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا اداله دفعه معنويه كبيره، الفريق استريح يعني بعد الماتش ما لعبش مباريات، وبالتالي هو عنده فتره راحه قدر فيها ان هو يعني زي ما بنقول ايه يلملم اوراقه بشكل كبير. كولر كمان عنده طموح انه يحقق السوبر الثاني ليه، كان اول سوبر في اول مهمه ليه مع الاهلي كان امام الزمالك وحقق فيها الفوز، وبالتالي النهارده الاهلي شايف كمان انه بيضيف بطوله لدولاب بطولاته الكبير، ولكنه في الاخر مطالب ببذل مجهود كبير عشان يقدر يحقق النتيجه اللي هو عاوزها. طبعا هو هيكون بيلعب تقريبا في ملعبه، اعتقد انه هيكون جماهير كبير، حضور جماهير كبير، اعتقد انه الملعب كله هيكون جماهيره
الاهلي بعد انسحاب الزمالك، وده طبعا هيديله افضليه كبيره انه بيلعب وسط جمهوره. وانت عارف حضرتك لما بيبقى فيه ماتش مصري او بين فريقين مصريين في اي دوله عربيه، يعني المغتربين والمقيمين وحتى اهل البلد بيكون عندهم حماس كبير جدا للذهاب والمشاهده والمتعه والتشجيع طبعا. طيب صحيح. بيراميدز اعتقد انه بيراميدز لو خسر فهيكون عنده ما يستند اليه، انه تم ابلاغه مؤخرا ما لحقش يجري استعداداته، فاعتقد ده ممكن يخفف شويه الضغوط على بيراميدز يلعب باريحيه، ولا ممكن نبص للجانب الاخر في انه فريق لم يحقق اي بطولات في تاريخه حتى وان كان تاريخه القصير، فيكون عنده دوافع اكبر في انه يحقق هذه البطوله؟ بص، ماتشات الكؤوس ما فيهاش زي ما قلت اي معايير. شفنا الاهلي خسر من بيراميدز لما كان اسمه الاسيوطي في الكاس، ولما بقى اسمه بيراميدز الاهلي فاز عليه في النهائي كاس، فهي الامور متساويه. بيراميدز ما كانش في البطوله اصلا، يعني ما كانش هو الطرف الاساسي، وبالتالي هو شايف انه بعد ما خرج من الكونفدراليه الافريقيه فرص، يعني عنده فرصه ان هو يتوج بلقب. بالنسبه له الامور متساويه مع الاهلي. عنده صعوبات انه جه من جنوب افريقيا على القاهره، وتاني يوم سافر على الامارات وخد تدريب وحيد، بس لازم انا قلت انه بالفريق المدرب معاهم بقاله فتره، حافظين طريقته للعب، عارفين الاهلي كويس، شافوه كتير جدا، اتدربوا على الاهلي مرتين في شهر واحد عشان كانوا بيواجهوه. فبالتالي اللي احنا بنتكلم فيه انه الرتوش اللي باتشيكو هتكون بسيطه في المباراه، اكيد تستفاد جدا من الماتشين الاخرانيين، وبالتالي هو داخل الماتش النهارده وعنده فرصه انه يفوز. مفيش ضغوط، مفيش ضغوط، الفريق عنده، انا عاوز اقول لك يعني حتى تذاكر المباراه ما اتغيرتش اصلا، لسه ما زالت حتى الان الاهلي والزمالك، وهيدخلوا بيها الجماهير بنفس الشكل. فبالتالي ده طبعا ليه، يعني ببرر انه الماتش جه بشكل سريع جدا، موافقه بيراميدز جت مفهومة. متاخره ووصوله متاخر. طبعا ده هيشيل من عليه ضغوط لو خسر، ولكن انا شايف انه بيراميدز عنده فرص، ويمكن تفوق كمان ال 50% ب 5% تقريبا. طيب كابتن محمد، واحنا بنتكلم عن تصريح كولر، وهرجع لكولر مرة تانية، هو اتكلم ان هو غير التاكتكس بتاعته اول ما عرف انه الزمالك انسحب، وفي نفس الوقت باتشيكو لسه مش عارفين التاكتكس بتاعته هتكون هتتغير هتفضل زي ما هي، وخاصة ان في البعض عنده رأي ان الاهلي عنده مشكلة في الهجوم. طيب خلينا نقسم السؤال نقطتين. ان كولر هيغير التكتيك ده طبيعي بديهي منطقي، يعني كل فريق ليه لاعبين وليه طريقه لعب بتختلف عن الفريق الاخر، طبيعي لما انت تقابل زمالك غير لما تقابل بيراميدز، ده في ليه فتره اعداد او طريقه اعداد معينه حسب نقاط القوه والضعف في كل فريق. هو اكيد كولر طبعا درس بيراميدز زي ما قلت في الماتشين اللي هو بيلعبهم قبل كده، فالامور بالنسبه له برضو هتكون مش زي صعوبة الزمالك. الزمالك كان عنده مدرب جديد، فبالتالي انت مضطر انك انت تفتش، يعني فريق مجهول. احنا عارفين الزمالك وعارفين طريقة لعبه وعارفين كل حاجة، بس المدرب ما لقطش معاه غير مباراة واحدة، وبالتالي هو كان هتبقى امره صعب بالنسبة لكولر. بالنسبة لباتشيكو، انا قلت انه باتشيكو لعب الاهلي مرتين، وبالتالي هو ما كانش هيخوض المباراة، فهو ما لحقش يعمل فترة إعداد، ما لحقش يتكلم. أعتقد إنه كلامه مع اللاعبين كان على الأخطاء اللي خاضها أو اللي ارتكبوها في الماتشين اللي فاتوا، وسببت خسارته للكاس طبعا والدوري، وبالتالي الأمور بالنسبة له أفضل من اللي كان بدأ يستعد الفريق وبعدين غير الاستعدادات بتاعته. طيب أيهما كانت هتبقى أصعب بالنسبة للنادي الأهلي، الزمالك ولا بيراميدز؟ الزمالك طبعا، يعني بيراميدز من افضل الفرق في مصر حاليا، وهو صعب بالنسبه للاهلي فنيا، لكن الزمالك زي ما قلت هو مجهول فنيا، المدرب الجديد بيفكر ازاي، اموره ماشيه مع اللعيبه ازاي، هل قدر يلم اوضه اللبس ولا لا، هل قدر ان هو يظبط الاداء في الفتره، الزمالك بقى له فتره كبيره ما شفناهوش بيلعب لانه كان عنده تاجيلات مباريات او كذا، وبالتالي الفتره دي ادت للمدرب الجديد فرصه ان هو يبدا يعني يرمم الفريق بتاعه. ده اصعب بالنسبه للفريق في استعداداته، انا بتكلم بالنسبه صعوبه المباراه على النادي الاهلي. يعني يظل الاهلي والزمالك هما قطب الكره المصريه، ويظل الاهلي لو بناشئيه وزمالك ولو بناشئيه هو ماتش قمه، فله يعني امور نفسيه وامور جماهيريه اكبر من ماتش بيراميدز. فانا بشوف دايما انه ماتش الاهلي والزمالك هو من اصعب الماتشات، حتى لو الزمالك في مستوى فني اقل او الاهلي في مستوى فني اكبر، بيظل الماتش القمه هو ماتش قمه.
طيب توقعاتك ايه لتشكيل الفريقين؟ شوفي بالنسبه للتشكيل، نبدا الاهلي، خلينا نبدا ببيراميدز بقى لانه بيراميدز الاول هو ممثل بطل الدوري، فهو صاحب الملعب. الاهلي بيراميدز هيلعب باحمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع محمد الشيبي، علي جبر، احمد سامي، محمد حمدي. عاوز اقول بس نقطه انه بيراميدز عنده يعني غياب اهم عنصر في عناصر الفريق هو عبد الله سعيد النهارده، ولكن المدرب دايما عنده بدائل، هو الفريق مدجج بالنجوم زي ما بنقول. خط الوسط هيكون توريه واحمد توفيق ووليد الكارتي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي، وطبعا المهاجم زي طريقه لعب باتشيكو بشكل عام هيكون فخري لقاي. انا عاوز اقول بس انه يعني باتشيكو دايما هو مدرب متوازن، يعني هو اتوقع ان احنا نشوف ماتش نفس الماتش في نهائي الكاس، هو بيستنى فرصه، بيستنى كره مرتده، بيستنى عرضيه، بيستنى كرات ثابته، لكن ما بيقدرش دايما ان هو يبادر وياخد الاستحواذ ويسيطر على الملعب. هو كان بيحاول امبارح في التدريب انه يعمل طريقه متوازنه، بيحاول انه يعمل ضغط على لعيبه الاهلي عشان ما يديلهمش فرصه ان هم يبنوا هجمه، لانه لو بنوا هجمه ممكن نشوف ماتش زي ماتش الكاس يخلص نتيجته لصالح الاهلي. عظيم. بخصوص الاهلي بقى، الاهلي خلينا نتكلم الاول على يعني كولر بيحب يتعامل ازاي في الماتشات. كولر في الفترة الأخيرة بيميل لثبات التشكيل الحقيقة، ما بيغيرش كتير، ممكن يغير ممكن لا النهارده، لكن انا شايف انه هيعتمد على تشكيلته اللي لعب فيها في الرجاء. يمكن هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، وعلي معلول، مروان عطيه، واليو ديانج، وحمدي فتحي في وسط الملعب، وخط الهجوم حسين الشحات وكهربا بيرستاو. الاهلي ياسر ابراهيم امبارح شفناه بيلعب تدريبات منفرده، يمكن ما اكتملتش يعني شفائه من الاصابه اللي تعرض ليها، وبالتالي محمود متولي هيكون النهارده معانا اساسي في خط الدفاع. عظيم. ده مش ثبات التشكيل بس، ده كمان التغييرات اعتقد بتبقى مقريه من قبل ما يعملها. الحقيقه انه الفريقين عندهم تغييرات قوية، يعني دكه قويه، يعني الاهلي يمكن اصابته الوحيده هو في ياسر ابراهيم، لكن كل فريقه كامل. بيراميدز اصابته الوحيده عبد الله سعيد، الفريق كامل، الفريقين عندهم اوراق رابحه، ولكن انا اتوقع انه الامور هتكون صعبه جدا 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 في الماتش النهارده، ولو في فوز مش هنلاقي نتائج كبيره، يعني هنلاقي 1-0 بالكتير يعني اعتقد. طيب يعني عظيم جدا. عايز اتكلم معاك في نقطه، انا بتكلم معاك على التغييرات اللي بقت معروفه، تبديل كهربا بمحمد شريف، شايف الدفع محمد شريف في البداية هو الأفضل أم الدفع بكهربا في ظل الكلام الكتير عن العقوبة الخاصة بكهربا؟ بص، احنا سالنا كولر في المؤتمر الصحفي عن كهربا والضغوط النفسية اللي اتحطت عليه في الفترة الأخيرة بسبب يعني الكلام عن ايقافه وعدم ايقافه والكلام ده كله. الحقيقه هو بيقول انه كهربا عازل نفسه تماما، وانه بيتعرض من اول ما رجع من الايقاف بيتعرض لنفس الضغوط النفسيه، انه لا ايقاف الفيفا بعد خطاب الفيفا كذا، والراجل بيقدر يفصل جدا 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 في الملعب. الحقيقه احنا كمان سالنا كولر امبارح عن مشكله الهجوم في النادي الاهلي، وهو كان دايما بيقول انا عاوز مهاجم. قال الكلام ده كان في يناير، وانا طلبت في يناير مهاجم، ولما ما لقيتش بديل مناسب وافضل من اللي عندي قدرت ان انا اوظف كهربا في الشكل الهجومي، ودلوقتي ما بقتش محتاج مهاجم، انا عندي 3 مهاجمين قويين، كهربا ومحمد شريف وشادي. الحقيقه انا شايف انه كهربا وشريف متالقين، بيسجلوا في الماتشات الاخيره، شايف انه كولر قدر يوظف كهربا فعلا في خط الهجوم بشكل جيد، ونحن كسبنا مهاجم في الفتره الاخيره. و عاوز اقول بس انه طريقه كولر في الملعب لا تعتمد على الخط الهجومي للتسجيل، احنا شفنا كل لعيبه الاهلي بتسجل يعني في كل الخطوط، الفرص هو بيعتمد اكتر على صناعه الفرص، واللي بتجيله فرصه تسجيل بيكون صحيح. مسجل، سواء كان مهاجم او صانع لعب او من خط الوسط واحيانا من الدفاع. كل شكر ليك طبعا ناقد رياضي محمد الفرماوي، شكرا جزيلا ليك.